للحديث عن استمرار الصراع بين الأحزاب على المناصب في العراق مع إعلان بدء جلسات البرلمان الحالي وانعكاسات ذلك على البلاد، معنا من لندن عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ إبراهيم العجيلي، ومن بغداد عبر سكايب أيضا السيد علي عزيز مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير. أبدأ معك أستاذ إبراهيم العجيلي، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ ما جرى اليوم في البرلمان؟ تشابك في الأيدي، هتافات طائفية، تهديدات، فوضى، شجار، يعني كيف نظرت إلى هذه الفوضى داخل البرلمان؟ ماذا تعني؟ شكرا، تحياتي لك وإلى جميع مشاهدي قناة الرافدين، وأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بضيوفكم الكرام اللي راح يظهرون معنا على الشاشة. نعم، بالحقيقة المجتمع العراقي ينتظر نتائج هذه المشاحنات والمبايعات التي تجري الآن تحت قبة البرلمان العراقي. وحقيقة الأمر أن الشعب بعيد البعد، كثير البعد جدا، عن هذه النوعيات من الناس الموجودين في داخل البرلمان، وكأنهم بعيدين أيضا عن رأي الجماهير. يعني هل أن الجماهير فعلا هي ساهمت بانتخاب هؤلاء؟ هذه نقطة مهمة جدا قبل أن هم يتدافعوا بالمناكب على الكراسي، وهناك من دفع الأثمان الكافية لشراء الكراسي. هذه يعني في صوب، والشعب العراقي في صوب آخر، وقواه الوطنية في صوب آخر. نعم أستاذ علي عزيز مرحبا بك، يعني هل كان الشعب العراقي يعول على البرلمان؟ يعني ماذا لو حصل الشجار مثلا؟ البرلمان عندما كان لا يتشاجر ولا يتلاكم ولا يتقاتل ولا يتلاطم، ماذا يعني كسب الشعب العراقي منهم؟ الآن هذا المظهر للتشاجر وهذا العراك وهذا الصراخ، هل كان الشعب يعني يعول على البرلمان من وجهة نظرك؟ نعم، من سنة 2003 ولحد الآن بالعراق لا يوجد برلمان الشعب انتخبه نهائيا، هذا الشيء ما موجود عندنا. احنا شفنا من 2003 جو الغزاة الامريكان وفرضوا علينا مجلس الحكم، واستخدموا عملائهم خلوهم يتناوبون على حكم العراق. الذي جرى اليوم هذا ليس قاعة برلمان، هذه عبارة عن قاعة سيرك. اليوم الاشخاص الموجودين هؤلاء الشعب العراقي بريء منهم. اما الان قبل دقائق اذيع خبر عاجل انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان ب 200 صوت بالمقابل محمود المشهداني. لو كان محمد الحلبوسي الآن وفق المحاصصة المقيتة اللي النظام السياسي ماشي عليها منذ 2003 لحد الآن يمثل سنة العراق، فأنا أجزم لك أنه سنة العراق براء من هذا المتسلق، براء من هذا القزم، هذا العميل الأمريكي الصغير. هذا مشهود إلى مواقفه السيئة السلبية، خصوصا تجاه ثوار تشرين وثورة تشرين. هذا الكذاب الصغير الذي لا ننسى كيف أتى إلى ساحة النسور ومثل عمل المسرحية تمثيلية وأنزع السترة وسأنزع السترة. هذا الرجل لا يمثل سوى نفسه، وقد يكون حتى لا يمثل نفسه، لأن هذا مصاب بانفصام بالشخصية. محمد الحلبوسي، برلمان العراق الحقيقي هو ساحة التحرير، وموعدنا وإياهم قريب جدا. نحن كنا نعلم ونعرف مسبقا هكذا ستكون مخرجات الأمور، هكذا سيتقاتلون القتلة فيما بينهم. كل الأشخاص الذين رأيتموهم اليوم في قبة البرلمان، هؤلاء هم يعني لو قلنا قتلة، لو قلنا لصوص، قلنا فاسدين قليل بحقهم. طيب نلاحظ الآن ماذا يعني لكم كمتظاهرين قدوم بعض النواب الجدد؟ يعني قدموا إلى البرلمان بمظاهر غريبة، يعني جاءوا بتوك توك، يعني هل هم فعلا يمثلون ثورة تشرين؟ المتظاهر متظاهر، والبرلماني برلماني. توك توك الثورة، توك توك تشرين غير توك توك البرلمان. هذا تمثيل، هذا كذب، وهذا افتراء بحق ثورة عظيمة اللي هي ثورة تشرين المجيدة. هذا كذب وزورا وبهتانا. ثورة تشرين ضد النظام العميل الحاكم في العراق منذ العام 2003 لحد الآن. نحن لسنا طلاب إصلاح، نحن دعاة لتغيير النظام من الألف إلى الياء. هذا بالنسبة للطرف الذي أتى مدعين يمثلون تشرين، أما الطرف الآخر الذي أتى ولبس الكفن
الأبيض بهذه المسرحية الرخيصة، هاي كانت إشارة ودلالة على أننا سنعيش مرحلة احتراب واقتتال بالعراق. هذا اللي احنا نلمسه من هذه الإشارة. طيب. اليوم أبناء مقتدى الصدر، هؤلاء الذين رأيتموهم اليوم يرتدون الأكفان، هؤلاء هم من قتل ثوار تشرين، هؤلاء هم أصحاب القبعات الزرق، هؤلاء أصحاب أبطال جرة الإذن، هذه الموقع التي حصلت في مدينة النجف الأشرف راح ضحيتها العشرات من أبنائنا ثوار تشرين. هذا برلمان، هذا اليوم الذي حصل اليوم كانت جلسة أهل النار. طيب سأعود لك أستاذ علي عزيز لو سمحت، ابقى معي. أستاذ إبراهيم العجيلي، القوة الوطنية العراقية لماذا رفضت مخرجات الانتخابات ومخرجات العملية السياسية والبرلمان؟ ما هي عيوب العملية السياسية؟ أليست هذه العملية قدمت منجزات عظيمة للشعب العراقي؟ أولا سيدي الكريم، هذه العملية السياسية ما قدمت إلا ما يسيء للشعب العراقي وإلى ما يقضم من حق الشعب العراقي، بدليل أنه الذين اشتركوا في هذه الانتخابات المسرحية هم لا يتجاوزون 20%، أقل من 20%. أما الشعب العراقي بمعظمه الذي أحجم عن المشاركة بالانتخابات يصل إلى 80%. هذه هي المعادلة اللي تمثل قوى الشعب موقفها من ما موجودين بالبرلمان، من سموا نفسهم هم أعضاء البرلمان والذين يتدافعون بالمناكب ويتقاتلون ويتشابكون بالأيدي من أجل الكراسي والرئاسات. أصلاً كانت تخضع للمزايدات، كل كرسي قد قيمته وقد سعره، وسبق وأن هناك من صرح وبين للعلن أن كرسي رئيس البرلمان يساوي 30,000 دولار مثلاً يعني. فهذه الكراسي تتوزع تحت المزاد العلني، واللي يدفع أكثر هو إلى المكانة، فلا يوجد مجال ولا يوجد مكان لأبناء الشعب العراقي. الديمقراطية تحت أحذية هؤلاء اللصوص، فبعيدين جدا البعد من موضوع الديمقراطية، هي مناوشات وهي سطو على حقوق الشعب العراقي، وهناك مساندات من قوى الاحتلال سواء كان الأمريكي أو الإيراني لحفنة من اللصوص يهيمنون على مقدرات الشعب العراقي. هؤلاء هم الذين الآن يحتكمون للقوة اللي موجودة بأيديهم في الشارع. أستاذ علي عزيز، مع فوز الحلبوسي برئاسة البرلمان، تكرار ذات الوجوه، ألا ترى أن هذه العملية السياسية بمخرجاتها بمفاصلها بانتخاباتها ببرلمانها بتصريحات سياسيها مليئة بالتناقضات؟ أين مقولة المجرب لا يجرب مثلا؟ يعني نفس الوجوه تحكم، ومجرد أنه أمور فقط كلام وتصريحات، ليس هناك تطبيق على أرض الواقع. ما احنا ليش نبتعد اكثر؟ ما اليوم اللي يعتبر نفسه سيد المقاومه وزعيم الكتله الاكبر ويتكلم بكل وقاحه وصلافه ويقول وينتقد الميليشيات. طيب هو من اسس للنظام الميليشياوي في العراق؟ الست انت ايها سيد المقاومه يا سيد مقتدى؟ انت اول ميليشياوي بالعراق، انت واتباعك. عن اي صدق نتكلم بنظام سياسي اتت به امريكا؟ هذه اللي قتلت العراق وجوعتنا قبل ما تدخل بال 2003 على مدى 13 سنة بالحصار. كل من ساهم بمنصب حكومي أو تنفيذي على مدى 19 سنة من 2003 لحد الآن هذا مؤمن بالنظام الأمريكي، وكل من يدعي المقاومة ومقاومة الأمريكان هذا كذب وزورا وبهتانا، لأنه آمن بالدستور الذي كتبه بريمر وخليل زاد، واليوم هذا اللي صار اليوم هذا كله من مخرجات دستور بريمر وخليل زادة. فإذا الآن الشعب العراقي أمام مفترق طرق كبير، إحنا الآن كقيادات ثورية أو كقواعد ثورية متظاهرين، سواء كنا حتى اللي كان من عندنا معتصمين، الآن نحن بصدد التحضير لثورة تشرينية كبرى بناء على ما جرى هذا اليوم. اليوم شاهدنا الضحك على الذقون والاستخفاف بالشعب العراقي، من قتلنا يرتدي الكفن. فإذا نحن الآن أمامنا خيار واحد، مستحيل ولا يمكننا أن يعني لا خيار آخر أمامنا سوى ثورة تشرينية عظيمة كبرى، ونحن نبشركم الثورة الكبرى على الأبواب. العراق لا يمكن أن يذهب نحو هذا المسار. الآن البرلمان اللي تشوفه اليوم
برلمان متجه 100% نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا مقتدى الصدر الرجل لينفذ الأجندة. ربما لا تكون الآن تسميتها ثورة تشرينية، ربما شباطية أو آذارية، لأنها تحمل نفس المبادئ ونفس المطالبات ونفس، مع ذلك أنه نفس الوجوه تتكرر داخل العملية السياسية، نفس الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة في العراق. ابقى معي أستاذ علي لو سمحت، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ إبراهيم العجيلي، بالعودة إليكم، يعني لازلنا في محور التناقضات، الحديث عن قدوم وفد إيراني لرأب الصدع ما بين ما يسمى بالإطار التنسيقي وكذلك الصدريين، من وجهة نظرك إلى أي مدى يؤكد تناقض ما يتم طرحه من تصريحات لدى رئيس الحكومة، من أن ليس هناك تدخل خارجي بشأن العراقي، يعني ولكن ما نرى أن القرار ربما بحسب ما يرى الكثير أنه مرهون للخارج، كيف تنظر إلى قدوم الوفد الإيراني؟ نعم، هذه مسألة معروفة، يعني ما يقدر يغطيها أي طرف سياسي بالعراق أبدا. التدخل الإيراني موجود، وهناك وفود وهناك جولات مكوكية بين بغداد وطهران بهذا الخصوص. وحتى هذه الكتل الآن المتناحرة في ساحة ما يسمى بالبرلمان، هم بالحقيقة جاءوا وفق عمليات مساومات كبيرة وذات أطراف متعددة، وإلا بعض الشخوص فيها أيضا ما لهم حظوظ أن يحصلون على عدة أصوات باليد الواحدة ما يقدر يحصلوها. بس هذه جت كلها بالترتيبات والمساومات والبيع والشراء وتحديد سعر الكراسي، وهذه معروفة وتكلموا عنها كثيرا. أما هذه الكتل هي التي ترتبط بهذه الخيوط المربوطة شرق العراق في إيران، هم هذول اللي يحتاج لهم الوفد الإيراني أن يهدي من روعهم ويختارون من هو يكون ومن هو يبقى خلف الجدار ومن هو يكون مساعد ومن هو يكون. أستاذ إبراهيم، كيف تفسر هذا التناقض بين تصريحات الصدر بنبذ العنف والطائفية والفساد وكذلك نبذ الميليشيات، يعني كيف تنظر إلى هذه التناقضات؟ يعني هذا الكلام الآن الأخ علي عزيز تحدث عن أول تأسيس للميليشيات كانت هي الميليشيات الصدر، والآن قبل ساعات زمان من الآن أنا استمعت إلى حديث إلى قيس الخزعلي وكان يمقت الميليشيات ويمقت المساومة على الكراسي ويمقت المحاصصة والطائفية ويلعنها ويقول هذا، يعني بمعنى أنه هذا مو وطني مو عراقي اللي يتبنى الـ هذا التوزيع اللي هو المحاصصة. فالكلام هذا يعني لا يعني معناه الحقيقي، هذه صفصطة، يعني ما لها حدود، ما لها مجال بالمعنى الصحيح للصواب والخطأ. المعرفة الحقيقية بيد الشعب، والثورة في الحقيقة أنت تفضلت الآن تحدثت عن شباطية أو غيرها، فهي ثورة تشرين. ثورة تشرين مستمرة ومستمرة كموج البحر، لها قمة في عندما تشتد الرياح وهائجة وقوية وتجري في الحابل والنابل، ولها هدوء، فهي في مراحل الهدوء والتطور والثورة والانحدار نحو الوسط وإلى آخره. يعني هذا من مبادئ تكتيك الثوريين وتكتيك الساحة الثورية، وكلنا يعلم والثوار بالشارع يعلمون وهم الآن يستمعون إلى هذا الحديث، هم يعني متحفزين ومنتظرين لإشارات البدء بإحباط هذا المخطط الصهيوني الأمريكي الإيراني الواسع الذي تعمد أن يدمر ساحة العراق أولاً حتى تحني الأمة العربية رأسها. فهذا الموضوع واضح ومفهوم، الوفود موجودة والآن الوفد الإيراني موجود، والوفد الإيراني هو اللي لقنهم هذه العبارات اللي يحجون بها الآن، طلعوا هم هسه ضد الطائفية وضد المحاقبة. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم العجيلي. في أقل من دقيقة أستاذ علي عزيز، هل تعتقد أن البرلمان بشكله الحالي سينتشل العراق، أم أن التعويل فقط على ثورة شعبية سلمية تغير الواقع؟ ثورة شعبية جريئة جدا ستكون هذه المرة، وهذا برلمان مزور. نعم،
شكرا جزيلا أستاذ علي عزيز، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير، ونشكرك أيضا أستاذ إبراهيم العجيلي، كنت معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. شكرا لضيوفي الكرام.